ميلز عنده اندوميتريال او اوفيريان كانسر او بنكرياتيك كانسر، افكر ان ممكن يكون في جيناتك ميوتيشن ماشي ان ذيس فاميلي، فابدا اعمل سكريننج prior to this age، ادور على الناس اللي في العيله سنهم اصغر من كده وابدا ادور بكولونوسكوبي بفيكال اوكالت بلاد انستول. لكن زي ما اتفقنا ان في جزء كبير بيبقى بريفنتبل وفي جزء بيبقى موليكولر برضو في الكولون كانسر. بعد كده ببدا اعمل كلينيكال اكزامينيشن، وفي الاكزامينيشن ممكن جدا البيشنت يجي يشتكي من ايه. ممكن يجي يشتكي زي من بليدنج بالريكتم، من ابدومينال بين، من اوبستراكتيف سيمتومز انه حصل له مثلا كونستيبيشن فور لونج تايم، من لوس اوف ويت. تمام، لو كان حصل له ميتاستاتيك ديزيز بفكر في السايت اوف ميتاستاسيس، ممكن يجي بيليروبين عالي او بليفر انزيمز طبعا معديه الابر نورمال ليميت. وات اباوت ذا انفستيجيشنز؟ لازم افكر كويس جدا ان احنا دايما بنمشي برضه في الانفستيجيشن باي سبيسيفيك سيناريوز. في الانفستيجيشن دايما بفكر في الاول في الليست انفيزيف انفستيجيشن، يعني مثلا ايه في اللاب اللي اقدر اعمله. لو عملت سي بي سي ممكن الاقي انيميا، لو عملت كيمستري بروفايل الاقي اي ال تي واي اس تي او ليفر انزيمز والكلاين فوسفاتيز هاي. ممكن لو عملت اكس راي ابدومين الاقي اوبستراكتيف سيمتومز، حاجه بنسميها فلويد ليفلز، الاقي ان العيان عنده فلويد ليفلز ديو تو اوبستراكشن اوبستراكتد ليجن. بعد كده الايمجنج بتاعتي بعمل ام ار اي او سي تي، باخد بايوبسي كونفرميشن، واتفقنا ان البايوبسي از مانداتوري. البايوبسي هو ده البيريل، هو ده الاهم ما يكون في الانفستيجيشنز، لازم بايوبسي واعمل عليه اميونو هيستوكيمستري كمان.